السلام عليكم، معكم فهد الفرحان، المدير الفني السابق للاتحاد الكويتي للجودو. كان لي الشرف لسنوات طويلة من سنة 78 تقريبا التقائي بالأخ محمد رشوان أبو علي، الله يمسيه بالخير، هو شخصية اللي اهتز بالصداقة معه، عملت معه سنوات طويلة من سنة 78، والتقينا في بطولات عالم، حكمنا مع بعض وكنا مدربين، والحمد لله يعني كانت شخصية اللي اعتز وافتخر فيها في سنوات عديدة. ولا هذا الوقت حتى الآن وأنا أتواصل مع أخي العزيز أبو علي محمد رشوان، وعسى الله يعطيه الصحة والعافية، وأتمنى له العمر المديد وحسن الخاتمة إن شاء الله. عسى الله يعطيه الصحة والعافية، وأعتز في صداقته وأخوته.